السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم رح نعمل معاكم تشيز كيك على الطريقة اليابانية اللي بنطبخ على حمام مائي. بكون قوامه زي القطن، عملتها على طريقة ميد بالبيت. المكونات اللي رح نحتاجها للوصفة: 50 غرام من الزبدة، 100 ملي حليب، 250 جبن كريمي، 6 حبات من البيض مفصولين الصفار عن البياض، 140 غرام من السكر، 5 ملاعق ونصف من الطحين المنخول، و3 ملاعق ونصف من النشا المنخول، 5 ملاعق مطحون من الفستق الحلبي، ورشة ملح، وعندنا كمان ملون غذائي وملعقة كبيرة من الفانيلا. أول خطوة رح أحمي الفرن على درجة 160، بعدين رح أمسح الخلاط أو المضرب الكهربائي بالخل، رح أمسح الصحن والمضرب اللي رح أشتغل فيه، لأنه إحنا ما بدنا أي دهون تيجي في الوصفة لأنها رح تخرب لنا بياض البيض لما نضيفه للوصفة. فحتى كمان لما نفصل البياض عن الصفار نحرص إنه ما يجي على البياض أي نقطة من الصفار. أول شغلة بدنا نسيح الزبدة والحليب والجبنة مع بعض، إما بالميكروويف أو على حمام بخار. حتى لو سخنوا معنا عادي ما في أي مشكلة، رح نتركهم لحتى يبردوا. بس أول ما يطلعوا من الميكروويف رح أخلط معهم 2 ملاعق من السكر من نفس الكمية اللي ذكرناها بالبداية. بحركهم بس ليذوب السكر، بعدين بتركهم على طرف. بالخلاط أو بالمضرب الكهربائي اللي مسحناه بالخل رح أحط كمية البياض وأضيف لها 2 ملاعق صغيرة من الخل. الخل بحافظ على قوام الميرانج، يعني بيشد قوام الميرانج. رح أبلش أخفق على درجة منخفضة، بس تطلع الرغوة بزيد السرعة شوي شوي، ببلش أزيد أو أضيف كمية السكر تدريجيا أثناء الخفق لحتى يصير القوام ناعم ومتماسك، يعني مش سميك كتير. برجع لخليط الكريمة والزبدة، رح نضيف له النواشف اللي هي الطحين والنشا والفستق والملح، وضروري ننخلهم لحتى يطلع معانا الكيك ناعم وهش. بخلطهم لحتى يتجانس الخليط وتروح تكتلات الطحين، بعدين رح أضيف صفار البيض تدريجيا وملعقة الفانيلا وأخلط، وبضيف اللون الأخضر. هيك صار عنا الخليط جاهز وخليط الميرانج كمان جاهز. هلا رح نخلط المزيجين على بعض. بدي أضيف خليط الميرانج 2 ملاعق على خليط البيض والطحين وأقلب تقليب خفيف. كل ما تختفي 1 ملعقة رح أضيف 1 ملعقة اللي بعدها لحتى تخلص معنا كل الكمية. بكون أنا محضرة الصينية اللي بدي أخبز فيها. الصينية هون عنا صغيرة مقاس 20 سنتي، مبطنة بورق الزبدة. بصب فيها الخليط وبخبطه هيك شوي بالطاولة لحتى يطلع منه الهواء، بعدين بحطه في صينية أكبر وبحط لنصها مي مغلية. انتبهوا انتوا بتحطوا المي انه المي ما تيجي على خليط الكيك. الفرن طبعا حامي، رح نحط الكيكة في الرف السفلي ونخليها تقريبا من 1.25 ساعة لـ1.5 ساعة. رح نختبر انها استوت بواسطة عود شواء، يعني زي ما بنعمل في الكيكات العادية. بس يطلع العود نضيف معناها استوت، ساعتها رح نطفي الفرن ونخلي الكيكة جوا الفرن لحد لما تبرد تماما، بعدين رح نبردها بالثلاجة. بس تبرد رح نقلبها على صحن التقديم ونزينها حسب الرغبة. بالنسبة لتقطيع الكيك، لأنه الكيك كتير حساسة ممكن إنها تتكسر، فالأفضل إنه تحطوا السكينة في مي سخنة وتمسحوها بعدين تقطعوا.
الكيكة بتنعمل بعدة نكهات، يعني لو ما حبيتوا الفستق الحلبي فيكم تعملوها سادة بالفانيلا أو تنكهوها بأي نكهة أنتوا حابينها. أتمنى تجربوا الوصفة، ويا ريت لو عجبتكم تدعمونا باللايك والشير. إلى اللقاء.